حيدر بيلعبها للخلف ايضا لعند حسين زنيل، بيلعب الكره عرضيه خطيره جدا، كره عرضيه لا 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 جول جول. خليل خميس من قلب الدفاع الى قلب المرمى دخل مع الكره، هل راح يسدد بقوه، هل راح يمدد لحد زملائه، رائع شوت جول 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 جول. الكرة الأخيرة كانت علي حمام هو المتقدم إلى داخل المنطقة، أيضا نادر مطر عم يستردوها، الكرة تشق بوكس نادر مطر عندما بيتقدم المطر، نادر مطر عم يهز الشباك بتسديده ارض ارض صاروخ. هيثم فعوري بيتقدم بمرر لتوشيف، لمين هاي؟ مش لحدا ابدا، بتنتقل الهجمه المرتده لفريق النجم، نادر مطر بمرر حسن محمد، حسن محمد